بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. للإبلاغ عن أي محتوى جنسي برجاء اتبع الخطوات الآتية. أول شيء بعمله أسفل كل مقطع بتقييم الفيديو، بعدها بضغط على أيقونة الإبلاغ عن المحتوى الغير لائق، حيطلب مني تحديد السبب، بختار المحتوى الجنسي، راح يكون عندي أربع تصنيفات. التصنيف الأول في حال كان المحتوى الجنسي إباحي كامل، جزء من المقطع أو كامل المقطع، إن كان صورة أو إن كان فيديو. هلأ إن كان في المقطع فيه تعري، التعري المقصود هون هو يعني مؤخرة الرجل والمرأة وفرج الرجل والمرأة وثدي المرأة، مع الأخذ بعين الاعتبار من معايير معينة بيبيحوا لأسباب طبية وأحيانا فنية إظهار هذا العري. هلا التصنيف الثالث، المقصود هون أن يكون في إيحاءات مباشرة أو غير مباشرة لمعاينة جنسية، بغض النظر إذا كان في عري أو بوجود العري. في حال أن المقطع ما بيخضع للتصنيف السابقة بنختار هذا التصنيف. لو مثلا اخترنا التصنيف الرابع، طب منه هون وضع توقيت ظهور المقطع في الفيديو. يعني لو فرضنا أن المقطع اللي بنبلغ عنه مدته الكاملة دقيقة و16 ثانية، والمقطع المسيء بيبدأ في الثانية 55، ببساطة بنحط هون صفرين، بنحط هون 55. إذا في أي وصف بنحب نكتبه هون مرفق مع الإبلاغ، وبعدها بنضغط على وضع علامة على هذا الفيديو. هلا بحب انوه انه كل ابلاغ، في حال كان الابلاغ صادق، بيتم تنفيذ الحذف من ساعة حتى 48 ساعة. في حال تكررت الشكاوى على نفس القناة بيتم حذف القناة حتى لو وصل عدد المشاهدات فيها ل 100 مليون. في حال وجود اي اسئلة او استفسارات برجاء تركها في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.